طبعا ما تحب موز الشمراني؟ لا احبها شو ما احبها، تحياتي لها. اي طبعا صوت عجيب من السعوديه. حط هني حمني صناديقه يمنا. سوري. حلو على الدنيا. صالح حبيت اسالك سؤال. تفضلي. هل انت مع السوشيال ميديا او ضدها؟ انا مع السوشيال ميديا تماما. ها؟ انا مع السوشيال ميديا تماما. هل السوشيال ميديا لها يعني مكان عندك ان نجحتك وخلتك توصل للعالميه؟ لا انا ما وصلت للعالميه. لا وصلت. لا عالميه يعني الاجانب يتابعوني وليش شايفيني. لا وصلت انا حلقتي نص امريكا شايفينها. بس العرب اللي بامريكا. العرب اللي بامريكا بس عندهم جناسي امريكيه يعتبرون اجانب يعني لكن ايه. مسلمين. اي صحيح. لا ايه. انا عبالي عالميه يعني. انا اللي سمعت ان حلقتي معاك وصلت ترند. اي طبعا ايه. من حلقاتي صارت ترند خصوصا لما كان عندنا تعليق على شخص معين بالحلقه. على شخص معين نسيت شنو؟ بعدين تذكر ان شاء الله. لا نعيد الاحاديث هذا بالك. زين مبروك انت الصلح. ليش مبروك الصلح ان شاء الله الصلح. اي ليش لا اي والله لا صراحه احنا مع التسامح والصلح. تحياتنا حق الفنان الكبير طارق العلي. يعني انا مو ما اسامح الناس ولا شنو يعني. لا انت شخص جدا متسامح. انا ما قلت كذي ترى. هذا الانسان وايد طيبه جدا طيبه ولها وقفات مع وايد ناس. زين انت بتسامح اللي معاديهم واحنا برمضان؟ الكل. اي انا ما على حسب.